السلام عليكم البنات، نتمنى يلقاكم فيديو ديالي على خير. كيف درتوا؟ كي دايرين وليداتكم خصوصا مع هذا الحجر الصحي؟ نتمنى انكم تكونوا ملتزمين البيوت ديالكم، ما تخرجوش البنات الا الضروره القصوى. هنا كيف ما قلت لكم خرجت نتقدى شي سلعه، خصوصا ان شهر رمضان قريب، الله يدخل علينا وعليكم على الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة، الله يرفع علينا هذا البلاء يا رب العالمين. كيف ما قلت لكم مشيت نجيب شي سلعة، صدقت في حاجة أخرى غنشارك معكم بعض الحوايج اللي أنا لقيتها في بيم. هنا راه داز يعني داز أسبوع على هذا الكتالوج اللي كانوا لايحين، لقيت هاد السلعة مازال كاينة. غنشارك معكم هاد الحاملة ديال الملاعق اللي كانت في شحال من زواقة، هاد الزواقة هي اللي لقيتها بقات، الثمن ديالها 15 درهم. هاد البلاطو اللي على هاد الشكل هذا اللي لق شحال من حاجة، لق الخبز، لق تيبان، الثمن ديالو هو كان 20 درهم. هاد البلاطو هذا اللي هو صغير وزوين، ها هو طويل كيجي على هاد الشكل هذا، حتى هو الثمن ديالو 20 درهم. وكان عندي يعني واحد الزهره البنات بانني لقيت يعني نفس الزواقه ديال هاد الاشياء، يعني لقيت زواقه نفسها هاد الحامل هذا اللي كنحطوا عليه يعني شي حاجه سخونه. هذا في الحقيقه ما عقلتش على الثمن ديالو، كان شي 15 درهم ولا 20 درهم. اما بالنسبه لهذا البلاطو اللي هو في الحقيقه كبير، ها هو كيجي على هذا الشكل، هذا هو كبير وكان الثمن ديالو انا ما اظنش 40 و 45 درهم. وفي الحقيقة كيهز لينا. عندنا هاد الصفايات اللي هي بأحجام مختلفة، من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، نقدر نصفي فيهم شحال من حاجه. البلاستيك ديالهم حقيقه زوين، كان الثمن ديالهم هادو 25 درهم. كذلك هاد شبيكات هادو الثلاجه، كيلقوا الثلاجه هما على هاد الشكل هذا، قدروا حتى هما يهزوا لنا شحال من حاجه، يعني هادو ندخلهم هكذا في الثلاجه، داك يعني داك الاسباس اللي كيبقى لنا الفوق ما مستغلينوش كينفعوا. هادو الثمن ديالهم كان 15 درهم، كانوا بالوان مختلفه في الغوز وفي التيركو وفي البيستاش، انا لقيت البيض خديت جوجات منهم. غنشارك معكم هاد الدراب الكهربائي واللي كنت خديته في الحقيقه، ماشي دابا، خديته دابا شي عام هادي، اللي هو زوين طلع ليا زوين وكينفعنا في شحال من حاجه. هذا شاركته معكم، انا شاركته معكم لانني لقيته مازال كاين في بيم، يعني حاطينه كيليق لينا شحال من حاجه كيف ما قلت لكم، نضربوا به الكيكه، الكلاص، يعني شحال من حاجة، صدق ليا زوين. هاللوازم اللي كتمشي معاه هي هادي،
وكان حتى الميكسور كانوا حتى هو حاطينه، يعني السلعه كانت باقا عندهم. والحاجه الزوينه اللي في هادشي كله هي هاد السوبيرا هادي، ها هي اللي لقيتها بجوج لوينات، كان هاد اللون هذا ولا هاد الزواقه هادي اللي هي على هاد الشكل، وكان هاد الزواقه الاخرى ها هي بحال مجلجه. هادو تاهما مازال موجودين، مازالين كاينين. انا عجبتني هاد الزواقه هادي خديتها، غنشاركها معكم. بس تشوفوا الحجم ديالها، ها هي كتجي بهذا الشكل هذا، يعني مختلفة على دوك سوبيرات الدايرين. هذا الغطا ديالها، يعني الشكل ديالها جميل، كتجي مربعة. كيجيو معاها ستة ديال الطباسل والزليف ديالهم، تا هما ستة نفس الزواقة. الزليف لي هما يعني مبدل الشكل ديالهم، مربعين. هنا فيها 24 بياسة، يعني كيف ما قلت لكم ستة طباسل وستة زلايف. وهكذا السوبيرة ديالها اللي كان الثمن ديالها 150 درهم. هنا غنشارك معكم هاد السوبيرات هادو اللي كنت فايتة خايداهم، ماشي الله خديتهم، غير بحالكم انهم عجبوني غنشاركهم معكم. الا لقيتوهم البنات خذوهم، هما زوينين، يعني كينفعوا شحال من حاجه. تخلطي فيهم كيكات، تصوبي فيهم، تقدي فيهم الشطه ديالك، واللي هو البلاستيك ديالهم ها هو صحي، وفيهم واحد العبارات هكذا في الجنب باش تقدري تشدي العبار ديال السوائل ديالك. ولا هذا تا هو، يعني هادو كنت خديتهم قبل ما يكون هذا الحجر الصحي، بغيت نشاركهم معكم. هاد الغربة اللي كينفع تا هو، خصوصا ملي ديري الكيكه، يعني ما كيبقاش الدقيق ديالك يتشتت ليك، يعني هو زوين. تا هو كان شي ثمن ديالو 20 درهم. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم البنات، والنصيحه اللي نعطيكم انكم تلتزموا تلتزموا البيوت، ما تخرجوش الا الضروره الضروره القصوى. خليتكم البنات على خير.